البراهين القطعية في ضعف هذه الآلهة. قال عز وجل مبينا برهانا آخر على عجز هذه الآلهة وضعفها وعلى غياب عقول هؤلاء: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين فيما تزعمون أنها آلهة. ولذا قال عباد أمثالكم يعني مسخرون منقادون حتى وهي أصنام أو أحجار أو أشجار. ولذا قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. قنوت تسخير وتذليل. وقال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.